الثالثة في خلاصة أحكام رمضان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دلوقتي أخوانا إحنا عندنا في ماذا نفعل في رمضان؟ 7 عبادات. العبادة الأولى إن إحنا نعلم الناس ونقعد في المساجد ونعمل دروس ونعمل مسابقات زي ما شرحنا. العبادة الثانية إن حضرتك تتعلم، تدور على شيخ تتعلم على إيديه. مفيش حاجة اسمها مفيش علم في رمضان. الرسول كان كل يوم جبريل بيدارسه جزء كامل، بيعلمه جزء كامل. مفيش شيخ، افتح الفيديوهات واسمعها، لازم كل يوم تتعلم. وشكرا لنعمة ربنا انه فتح قلبك للعلم تبقى اجود من الريح المرسلة. تتصدق عشان ربنا يديم عليك نعمته ويديم عليك شيخه. اكبر نعمة ان ربنا يرزقك بحد يعلمك، دي نعمة كبيرة جدا انت ما تتخيلهاش. العبادة الثالثة انك تؤخر السحور وتعجل الفطر. وقلنا لماذا نتسحر وازاي نؤخر السحور وكيف نؤخر وكيف نؤخر السحور وما حكم واحد سمع الاذان وطعمه في ايدي. ده كله ده خدناه المره اللي فاتت. طيب المره دي بقى قبل ما نخش في المسابقه دي عاوزين نتكلم عن الفجر بتاعنا. احنا اتفقنا ان الفجر بتاعنا في مصر فجر كاذب، فجر غلط، ولازم نستنى 13 دقيقه لحد ما نقوم نصلي السنه ونصلي الفرض. يعني المفروض اللي هيأذن الأذان الأول يأذن مع النتيجة، وبعد 13 دقيقة واحد يقوم يأذن في الداخلي أذان تاني اللي هو الفجر الصادق. طيب سؤال بقى، يعني ممكن إحنا بعد النتيجة النتيجة نقعد ناكل ونشرب 13 دقيقة؟ لا ما ينفعش. ليه؟ أنا أقول لك، أول واحد اكتشف إن المواقيت بتاعة الفجر الصوفية عباد القبور أيام عبد الناصر بوظوها كان راجل قبطان في القاهرة. الراجل ده أول ما بعت للشيخ جاد الحق وبعت الدعوة السلفية، الشيخ جاد الحق بعت لجان وإحنا عملنا لجنة راحت عند الشيخ أبو بكر في الضبعة وقعدت 15 يوم في الصحراء بيقارنوا بحث الراجل القبطان دوت والفجر الصادق من المسائل الشرعية. ففوجئوا إن كلام الراجل صح في 14 يوم ويوم واحد النتيجة كانت صح. يعني من الآخر كل اللي احنا بنعمله في صلاة الفجر دي عبارة عن حاجات على الغالب. ما دام بقى الحاجة مش أكيدة يبقى احنا حرصا نتقي لديننا ونمتنع مع الأذان الأولين. ليه؟ الحلال بين والحرام بين وبينهما أمر متشابه. طب أنت بقى في رحلة وفي الصحراء وبتشوف بعينيك لا تعتمد على النتيجة، براحتك امشي بقى. زي هتلاقي ضوء مستعرض تأذن أذان بلال، هتلاقي ضوء مستطيل كده بعرض السماء هو الخيط الأبيض من الخيط الأسود تأذن الأذان التاني. ماشي اعمل اللي أنت عاوزه. لكن ما دام أنت بتعتمد على النتيجة يبقى خليك في الاحتياط. أول ما تسمع الأذان الأول تمتنع عن الأكل والشرب. طيب العبادة الرابعة إنك تدعي ومش تدعي ساعة الأذان ساعة المغرب بس، تدعي طول اليوم. ايه الدليل ان دعاء الصائم مستجاب طول اليوم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. دي دعوات لا ترد، من التضييق على نفسك وتضيع فرصة عظيمة جدا انك تقتصر بس على اللحظات بتاعت قبل المغرب. طيب العبادة الخامسة قيام كل رمضان، يعني تقوم كل الأيام خاصة الليلة اللي فيها الرؤية. معظم الناس يوم الرؤية بيقول هي رمضان جه وما يصليش قيام الليل. لا، ده أنت لازم هي رمضان جه وتصلي قيام الليل حتى لو لوحدك. طب ليه لازم أقوم رمضان كله ما فوتش ولا يوم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طب لو أنا بقى فاتني رمضان القيام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه بالليل فقرأه من الفجر حتى الظهر فكأنما قرأه بالليل. اوعى تفوت القيام مهما حصل، لان انت لو قمت رمضان كله ايه اللي يحصل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان ايمانا واحتسابا، يعني ايمانا اللي ده فرض عليه ومحتسب الاجر عند ربنا ان هو هياخد الاجر بتاع ربنا، مش بيقيم عشان يقول للناس انا بقيم، لا بيعملها احتسابا عند ربنا، غفر له ما تقدم من ذنبه. العباده السادسه ان انت تصلي مع الامام حتى ينصرف من صلاته. ما يكفيش انك تصلي قيام بس لوحدك،
لازم تصلي مع الإمام في المسجد وتصبر لحد ما الإمام يقوم من مكانه ويمشي. طب اشمعنى بقى؟ في بعض الناس يصلي ويجي على الوتر يقول لك أنا هصلي في البيت عشان أصلي قيام ليل، الراجل ده غلطان. ما تسيبش الإمام أبدا ولا تصلي الوتر غير ما تمشيش غير ما الإمام ينصرف. طب ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. كتب له قيام ليلة. طب واحد يقول لي طب أنا أصلي مع الإمام وصلي لحد ما ينصرف وأنا عاوز أصلي بعد الوتر، صلي بعد الوتر. طب ليه أصلي؟ إزاي أصلي بعد الوتر؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر. قال لا، مش الرسول قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا؟ يقول لك ده على الاستحباب مش على الوجوب. يقول لك طب أنا مش عاوز أعمل كده، نقول له في وسيلة تانية. يبقى قدامك حلين، الحل الأول إنك تصلي توتر مع الإمام وتصلي بعد الوتر زي ما الرسول عمل. طب أنت مش عاوز تعمل كده، تبقى تصلي الوتر مع الإمام وتقوم تجيب ركعة تانية. الإمام هيسلم من الوتر تقوم تجيب ركعة تانية، يبقى أنت خليتها شفعة. تمام؟ طيب. طب حكم صلاة المرأة في المسجد. يعني لو واحدة ست تقول طب أنا عاوز الأجر ده، عاوز أصلي مع الإمام حتى ينصرف من صلاته. نقول لك صلاة المرأة في بيتها أحسن من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فلو هي صلت في البيت القيام بتاخد كأنها صلت مع الإمام حتى ينصرف من صلاة، بس تكمل ال 11 ركعة بالوقت الكامل. طيب إمتى المرأة يكون أفضل لها تصلي في المسجد؟ المرأة تكون أفضل لها تصلي في المسجد في حالتين. أول حالة إن هي مش هتقدر تصلي التراويح في البيت لأن الولاد هيغلسوا عليها. أو تاني حاجة إنها هتتعلم في المسجد. يبقى في حالتين صلاتها في المسجد افضل. ايه هما؟ ان يكون في علم شرعي جوزها ما بيعلمهاش، او المسافه النفسيه بينهم مش كويسه في التعليم، لان انا عشان اتعلم من حد لازم احترمه قوي. فممكن معظم الزوجات بيكسروا الاحترام ده، فما تيجي تتعلم منه ما بتعرفش، يبقى تروح تتعلم في المسجد. يبقى الافضل في المسجد، لان مش رايحه بقى تراويح، دي رايحه تعلم، وطلب العلم فريض على كل مسلم. تاني حاجه ان يكون مش هتقدر تصلي بالليل، العيال هيتنططوا عليها وماما عاوزين مش هتعرف تصلي التراويح، نقول لها خلاص صلي في المسجد افضل. بس الاصل ان صلاتها في البيت افضل من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ان هي الصلاه الواحده افضل من 1000 صلاه، يعني الصلاه الواحده احسن من 200، الركعه الواحده احسن من 200 ركعه. 200 يوم، الصلاه الواحده احسن من 200 يوم، او 1000 ركعه يعني 200 يوم. يعني ماذا، ما حكم صنع الكوكتيل اللي بينقع فيه اكتر من نوع؟ الرسول نهى عن كده. في بعض النساء بعد العصر يجيب كوز، تحط في الكوز ده تمر وزبيب وقراصية وتسيبه ممنوع لحد المغرب. الكلام ده الرسول نهى عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خليط التمر والبصر، وعن خليط الزبيب والتمر، وعن خليط الزهو والرطب، وقال انتبذوا كل واحد على حدته. اللي عاوز يشرب خشاف، اللي عاوز يعمل الموضوع ده يشتري كذا كوز، كوز ينقع لقراصيا لوحدها، والزبيب لوحده، وجوز الهند لوحده، والتمر لوحده. وقبل ساعة المغرب يقلب كله على بعضه ويشرب، لكن النقع مع بعض فترة طويلة حرام. الرسول نهى عنه. طب واحد بيجيب فواكه، سلطه فواكه، لا سلطه الفواكه دي اصلا ما تتنقعش، انت بتقطعها وتحطها في الثلاجه وتاكلها، مفيش نقع، المشكله كلها في النقع. قول قولي هذا واستغفر الله.